فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت في الطريق 10 ريالات فنويت أن أتصدق بها، يقول ثم جاءني ظرف فصرفتها في حاجتي، فهل علي شيء في ذلك؟ عليك أن تخرج بدلها، عليك أن تخرج بدلها للفقراء. نعم، أنت ما أنت فقير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.